مساء الخير للجميع ومتأسفين على التأخير باسم المؤسسة طبعا. أوكي، أنا مهند يعقوبي، ريم شلة، إحنا التنين أعضاء في مجموعة اسمها تحريض للأفلام. تحريض بالأفلام هي مجموعة بتاعنا بدراسة ممارسات أرشيفية متعلقة بأفلام إلى علاقة بالفلسطين بشكل أساسي وببعدها الأوسع العربيا وعالميا. في خلال بحثنا بعمل واحد من الأفلام اللي هو خارج الإطار أو ثورة حتى النصر، كنا عم نساوي مقابلة مع هند جوهرية جنيد فتالي، اللي كنا عم نساوي معها مقابلة بصفتها زوجة هاني جوهرية. هاني جوهرية مصور سينمائي ومخرج سينمائي، درس في لندن ودرس سينما في لندن وانضم للثورة الفلسطينية وأسس هو مصطفى أبو علي وهاني وسلافة جد الله أسسوا وحدة أفلام فلسطين. وحدة أفلام فلسطين هي تعتبر أول وحدة سينمائية تنضم للثورة الفلسطينية وتصير يعني جزء من مؤسسة الثورة. طبعا مصطفى وهاني وسلافة من تقريبا من 68 لوقت 70 هم بيشتغلوا مع بعض. مجموعة حوادث أدت لمنع سلافة من الاستمرار، وهاني نفس الشيء بعد أحداث 70 ما قدرش يستمر مع وحدة أفلام فلسطين ببيروت لما طلعوا على بيروت مع الثورة. هلأ في خلال إحنا يعني وإحنا عند هند عم نصور عم نحاول نعمل معها المقابلة، لقينا مجموعة وثائق فانشغلنا عن التصوير معها وبلشنا نصور في هاي الوثائق. فواحدة منهم مثلا في أسبوع الفيلم الفلسطيني بالسودان كان في تكريم لهاني جوهرية، وهي واحدة من النشرات اللي كانت موجودة هنا. أنا ومدير التصوير عم ندور قاعدين على الوثائق اللي بنحتاج نلاقيها. هي مش بوست كارد، هاي بالضبط هاي زي ملف فولدر أنتجته منظمة التحرير بعد استشهاد هاني بالـ76، اللي هو بيحتوي على 25 برينت صور هاني، تقريبا سوى منها 500 نسخة توزعت حوالين العالم. هاي كواليتي طبعا برينت اللي بعطيك إحساس قديش الثورة كانت غنية كمان. وهاي واحدة من البرينت اللي كانوا جوا هاي المجموعة. هلا واحنا قاعدين عم نحكي مع هند انتبهنا على وجود ورق وضعه زي كأنه مصور تصوير مكتوب عليه بشخبيط كتير. بهذا الورق اكتشفنا طبعا صورناه مع مجموعة الدوكيمنتس او الوثائق اللي كنا عم نصورها، وبعد ما خلصنا الفيلم بعد شيء تقريبا سنتين من الريسيرش عم بنظف الهارد درايف انا وريم، اكتشفنا هاي المجموعة واللي هي فعليا كتابات او سيلابس اللي هو منهج كان هاني جوهرية حاطه او مساوي الدراف تبعه لتدريس السينما، تدريس مش السينما، التصوير السينمائي لمجموعة للمقاتلين في توجه صار بالثورة الفلسطينية بعد 74 75 اللي ايش احنا بنسميه بالانجليزي فوكيشنال تريننج اللي هو تدريب مهني. فالمقاتلين اللي كانوا يتصاوبوا او اللي كان بطل قادرين يكملوا في العمل الفدائي ما كانش معناته انه بنتفى دورهم في الثوره، فكان بيسووا لهم تدريب مهني ان كان صناعه اثاث او خياطه او تدريب على تصليح الاجهزه الكهربائيه. واحده من هاي التدريبات او المناهج كانت تصوير السينمائي. هلا لما دخلنا في الموضوع اكتشفنا قديش كيف هاني جوهرية وكيف وحدة أفلام فلسطين كانت تشوف السينما وطريقة تدريس السينما للمقاتلين، واللي بالأخير بنعكس على منهج كامل كيف فينا ندرس السينما الثورية. يمكن ريم تقدر تفوت أكثر في هذا الموضوع. شكرا. أنا رح أحكي بالإنجليزي وأنا متأسفة على هذا الاشي، بس اسالني لاعبر عن الموضوع. I'm going to speak particularly about the project itself, syllabus, and maybe through it the details of its concept will become clearer as I go on. Syllabus is a two-part project.
And it's based on the on these notes that we found at Hind's home, and they are handwritten, as Mohammed said, handwritten notes by Hani, and then they were what we found is a photocopy of these notes. So Syllabus is a two-part project, and it's a publication and a series of workshops. But to reach the stage of the production of these two parts, what we ended up doing was a very long process of the reading of Hani's notes. This process consisted of four stages. The first stage was scanning these notes. Yes. You're going to see here about five pages of the scans that we received. Multiple trials of scanning these notes were made because some of them were in a very bad shape. I don't know if you can, like this one, for example. They're nearly illegible. You can't quite see what's written on them. So we asked the person who was doing the scans to retry and get as high quality as possible of these scans. The second stage was transcription. So we started to read these notes, and we wanted to transcribe them into Arabic first. When we first thought of Syllabus, and this was before we got the scans of the notes, our hope was to work with the text, an educational or instructional text, on how to shoot at the time of a revolution. Perhaps teaching how to deal with the camera at the situations that are particular to the context of the Palestinian revolution, military training camps, militant operations, and so on. And maybe even have Hani give examples from his own experience of shooting during such situations. And we looked for the jargon of a filmmaker and a revolutionary. What we found instead when we received these scans was that this document was indeed instructional, but it was very technical. There was no mention on any revolutionary context whatsoever. So it was just about the anatomy of the camera, the light, the lenses, and so on and so forth, with occasional examples of how to, you know, like apply these instructions, like shooting a flower that opens up, or like passing clouds or a passing car and so on. So this the transcribing process was a difficult process. It was investigative and at times speculative as well, because of, you know, we had to sort of we had to figure out what exactly was written. You know, like we used technology to enhance the image to be able to read the actual words. So sometimes, I mean, I think there are certain words that we just assume this is what Hani was writing. So illegibility of handwriting was tricky because of the technical nature of these notes. We were faced with terminology on the anatomy of the camera in Arabic that is quite foreign to us, since all of our references are mostly in English on these technicalities of cinematography. And this brought up a number of thoughts. So this is just one example of a thought. Is like, how significant is it to keep in mind the fact that this is written in Arabic? That is, the fact that he, Hani, had to search for and use his imaginary to write technical terminology in Arabic, especially having been educated in the UK. So when learning about camera, maybe perhaps this terminology he learned first in UK. Again, these are our own speculations because we can't speak to Hani or anyone that was close to him at the time of the writing. Also, how did his conversations work with Sulafa and Mustafa, but particularly Sulafa, influence this the writing of this dictionary almost? If at all there was this conversation with Sulafa, since she studied in Cairo and she studied cinematography in Cairo at the Cairo High Institute of Cinema, and of course she studied in Arabic. Okay. So translation was so the fourth stage, the third stage, sorry, of the reading of Hani's notes was translation. After transcribing, we decided to translate it into English.
And that was the longest of these stages because we were placed in a reversed position. I mean, if the assumption that Hani wrote this in translation from English into Arabic. So we were placed in a reversed position. So we were thinking how to translate these terms from Arabic in, back into English. And this this required a lot of research, and it became evident that to be able to translate, we had to learn about the principles of cinematography, at least on a very shallow level, I think, of course. And the body of the camera, of course, because he goes into very minute details of, yes, this is just a sample of the researching and the images that we, or graphs that we had to refer to in order to understand when he used certain terminology in Arabic, what would it be translated into English? And of course, we have to keep in mind that we are talking about analog technologies. And so the camera in question was the 16mm camera, which neither of us have never worked with and have very basic knowledge of. So just to give you an example of this terminology, for example, Shubaki Tarid film gate, Lohid Darid pressure plate. I mean, these are also like, they could be very obvious translations, but to be able to, you know, like to find actual terms in English, we would have to, you know, like return to understand, to try to understand how the 16mm camera functions. So I'm gonna just do something right before, yeah, maybe the next image. I'm gonna read one of the paragraphs from the notes in Arabic. إن أي تغيير في سرعة الكاميرا عدد الكادرات في الثانية يؤدي إلى تغيير في سرعة الغالق وفي أكثر من الكاميرات نجد أن الغالق يتألف من قطع معدنية مستديرة تغطي زاوية 180 درجة وعندما تبدأ بدوران تغطي شباك التعريض أثناء تقدم الفيلم إلى موقعه أمام الشباك وعندما تكمل الدورة تسمح بتعريض الفيلم حيث يكون الجزء الآخر من الغالق. قد أخذ مكانها. Anyway, so to be able to understand this and to translate it into English, we had to figure out what this mechanism is, and it turned out to be the rotary disc shutter. And of course, this is to us, you know, like this was something absolutely foreign. I mean, to I know, but I was doing the translation. To be able to translate this paragraph, I needed to understand the mechanism itself to be able to, you know, like to, because it's not, you know, like it was important, I guess, to us to also reflect the very particular mechanical knowledge of Hani of the camera and how deep it was of the instrument that he was using. Okay, and then the last stage of our of this reading process is working on our own notes. So the publication part of this project is a strategy we use in Subversive Film for distribution or redistribution of the material we found in the years of research on the film production during the period of Palestinian Revolutionary Period, 68 to 82. So the idea was to provide Hani's notes in the original form, the scans, the transcript in Arabic, and the translation into English, and then finally to provide some sort of our own input. So we decided, like notes, basically, notes on his notes. So what was interesting to us was basically this fact that, you know, like there's no mention of the revolutionary context. So what we thought is like maybe we can introduce that by looking at the examples that he is giving. Like, for example, how much to open up a lens to shoot a scene at dusk, to allow as much as light to enter the camera and go onto the film. So what we thought is that, or part of our notes is to basically look at the films that we work with within this collective, and to extract examples from those films. So still images that would maybe portray the example of a passing cloud or a passing car and so on and so forth.
But syllabus in general is, I mean, also, I think what was important is that we, it's how, where does it take you as a document? Where else could it take you in terms of interpreting the not only the notes but also the context within which they were written? And I mean, the most obvious example I think is the first, the cover page of the notes, which is what Hani drew, and it contains the logo of the PFU. But Muhannad will talk to you more about that. Okay, so it's all about. خلينا نحكي بالعربي هلا. Sorry. طيب كان موضوع الreflection أو إنه نأخذ ملاحظاتنا على على اللي مكتوب لأنه كتير تقني كان. بس بعد ما قدرنا نفرغ الكلمات نفك الرموز تاعت الحكي تبعه لأنه واضح إنه هو كتبه بطريقة مستعجلة ومسح كتير كلمات. وكان سؤال طيب ليش في شيء نسخة تانية أو هو كان السؤال هل هو ما لحق يكم يساوي زي بروف إدت على النسخة هاي؟ هل درسها هاي فعلا ولا هل هو فقط بس كتبها وهو قاعد بيستنى في عمان ليطلع ينضم للثورة بال75؟ هل انه استشهد لانه هاني استشهد في ال76 في عين طورة في ابريل؟ هل انه هو ما قدر يكملها؟ بس هاي كل هالاسئله او هاي في مجموعه ملاحظات عم نقدر نمسكها ونشوفها من النص نفسه. واكبر مثال على هذا هو الصفحه الاولى من هاي الوثيقه او المنهج بتورجي انه هو عم بحاول زي يساوي زي كفر بيج للمنهج هذا. حاطت لوجو اللي مش موجود بولا مكان تاني وكاتب تحته مؤسسه السينما الفلسطينيه. يعني خليني بس اروح لشيء تاني. لوجو وحده افلام فلسطين هو هذا اللي هو الثلاث كلاشينات مكتوب عليها افلام فلسطين. وطبعا هي تقريبا انعكاس او يعني كيف انه هم ثلاث اشخاص مصطفى وهاني وسلافه ثلاث كلاشينات علاقه انه احنا مش عم نوثق الثوره احنا عم نقاتل بالثوره والكاميرا هي سلاحنا زي الكلاشين كيف هو سلاح الثوره. طبعا بالافلام الاولى اللي عملوها زي فلسطين زي بالروح بالدم طبعا هاي الفتره اللي هي في فتره عمان بنلاقي موجود هذا اللوجو. ضل هذا اللوجو يتم استخدامه وهذا اللوجو كمان مثلا بفيلم زي عدوان صهيوني موجود برضو هذا اللوجو مستخدمينه. طبعا صار تغيير في اللوجو بشكل أساسي بعد 74 اللي هو خطاب عرفات في الأمم المتحدة لما حكى الخطاب تبعه أنه جئتكم حاملا بندقيتي وغصن الزيتون فلا تسقط غصن الزيتون من يدي. بعد هيك صار يعني بعد هذا الخطاب الشهير صار فيش صوت. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. صار شعار وحدة أفلام فلسطين صارت مؤسسة السينما الفلسطينية وصار هذا هو الشعار. وبستعبعاً بالأفلام اللي طلعت بعد هيك زي ليس لهم وجود، فلسطين في العين، تل الزعتر، مجموعة الأفلام تحمل هذا الشعار واللي هو طبعاً تطبيق مباشر للخطاب السياسي بما أنهم جزء من المؤسسة. بس سؤالنا كان طب ليش هاني استخدم هذا اللوجو؟ وهذا اللوجو هو تقريبا يعني في الإشاعات بتقول انه هذا مصطفى وهاني وجان لوك جودار اشتغلوا عليه هم لما كان جان لوك جودار عم بيزور بفلسطين بيزور في عمان وبيشتغل قاعد على الفيلم تبعه انتل فيكتوري او حتى النصر. وزي كأنه في سكتشات مختلفة من نفس هذا الديزاين اللي هو الكاميرا مع الكلاشن. هاني بهذاك الوقت كان في طبعا معارضة قوية داخل منظمة التحرير إلى علاقة في لأنه خطاب الأمم المتحدة كان بتعلق في تنازل عن دولة فلسطين في كل الأراضي المحتلة لأي أرض من الأراضي المحتلة واللي هو تغيير الخطاب أو البرنامج الأساسي للمنظمة. صارت انشقاقات كتير
مجموعة أبو نضال، مجموعة ناس كانوا رافضين، بس في ناس كمان ضلهم جوا المؤسسة بس بنفس الوقت هم رافضين. واضح أنه هذا الرفض موجود بس بشكل حتى بشكل لا واعي في طريقة تقديمه للموضوع، مع أنه مستخدم بعد هيك مؤسسة السينما الفلسطينية ومنظمة التحرير مؤسسة السينما الفلسطينية، ومع ذلك كاتب أفلام فلسطين. ففي لسه هذا الصراع بين أنه إحنا نمأسس الثورة ولا ما نمأسسها. من هذا المدخل صرنا نطلع على المناهج اللي أو الإشي اللي كاتبه، وعدنا نفكر لأنه بعد هيك سوينا ريسيرش في المكان اللي درس فيه هاني مصطفى في لندن، وحاولنا نشوف إيش اللي عم بدرسوه هناك. وفعلا بتكتشف انه لندن فيلم سكول اللي درسوا فيها، اللي هي بتعتمد كانت على الجيك سكول اللي هي المدرسة السوفيتية اللي هو التشاركية، معناته انه انت لازم تكون عارف كل اشي عم بصير بالعملية الانتاجية، وهذا النمط اللي هو غير النمط الامريكي اللي هو كل واحد متخصص، يعني المصور بس مصور، الساوند بس ساوند. فعشان هيك بتلاقي باللندن فيلم سكول لليوم المنهج تبعهم اللي عمده سنتين، انت بتغير من مخرج لمصور لصوت لإديتر، فانت بتمارس كل الادوار. وهون بنشوف نفس الشيء، انه وطبعا من جماليات وحدة أفلام فلسطين أو سينما الثورة الفلسطينية أنه كان المصور يعني يكون صوت، وكان في خطاب دائم. إذا المصور مثلا إحنا كمجموعة، إحنا مجموعة سينمائية ثورية، فمعناته ممكن حدا فينا يسقط في الطريق، فلازم حدا تاني يقدر يكمل عملية التصوير، وهذا هو اللي بتلاقيه معكوس. وبتلاقي بعدين أنه المواضيع اللي عم بحطها هي دائما الإكستريم كيسز. يعني لما بحكي انه مزبوط انه هو بيعطي امثله ما لهاش علاقه بالثوره، بس مواضيع التصوير اكستريم، زي على سبيل المثال الكاميرا عم تتحرك بسرعه جوا سياره، وانت بدك تدير بالك كيف انك تلقطها بشكل صح، فلازم يكون في عندك وعي واضح او بالتقنيه نفسها كيف انه علاقه الغالق مع سرعه النيجاتيف. هاي المواضيع على سبيل المثال على درجات الحراره، انه انت تصور في درجات حراره عاليه جدا او درجات حراره منخفضه جدا، كيف تتعامل مع الكاميرا، كيف شو انواع الكاميرات اللي ممكن تشتغل بدون شحن بدون كهرباء، اللي بتنشغل ميكانيك زي كاميرا البولكس اللي هي كانت كتير مشهورة بين السينمائيين الثوريين، لأنها ممكن تكون تشتغل في الأدغال أو ممكن تشتغل في الصحراء أو بدون ما تشحنها بتنشحن بطريقة ميكانيكية. فبتطلع أنه هذا منهج إذا أنت أخذته بتحطه في أي مدرسة سينمائية مش راح يفكروا فيه، لأنه دائما تفكيرنا في الإنتاج السينمائي أنه أنا عندي كل الأمور متوفرة قدامي. في لحظة أنه الأمور هاي بطل متوفرة، إذا أنا دارس في مدرسة تقنية كلاسيكية مش راح أعرف كيف أتصرف، بس إذا دارس في لندن فيلم سكول أو دارس عند هدول المجموعة راح أقدر أتصرف. يمكن هذا اليوم صار طبيعي وتلقائي، بس يمكن في وقت 16 مليمتر ما كانش كتير واضح. فيعني إحنا هلأ في مرحلة إنه تحليل كل هاي المعلومات اللي عم تطلع بالفترة الزمنية، وكمان الحالة النفسية اللي كان هاني جوهرية نفسه بكتب فيها. فهو بحث من الشخصي للعام، وبرجع من العام للشخصي، من الحاضر للتاريخ، وكتير له علاقة في الإديوكيشن، كيف مندرس إحنا اليوم سينما. لا سامحني بس دقيقة. لا في جزء كمان واحد من المشروع اللي هو جزء السلسلة workshops. فالفكرة هي إنه إنه نفحص to examine the educational aspect of the syllabus today. So the idea is to examine whether this is there any relevance towards, you know, like presenting a syllabus such as this today, since the technologies have changed? And if so, then how can this be sort of readapted to the new technologies, and if this is necessary at all? That's it. Shukran.